يا نهار ازرق، انت طايق الدخان ده كله ازاي؟ جبت السجاير؟ حرام عليكي نفسك، ده انت حريقة سجاير. انت بتكلمني كده؟ انت مال اهلك اصلا؟ هتربيني على اخر الزمن؟ انا اسف. السجاير ايه والاكل اهو؟ قلت لك ما بعرفش اتزفت اطفح من غير واين. سالت الباشا قال لي خمره. لا اصله بروح امه ما بيقومش من على السجاده، اتصلي بيه. ما ينفعش اتصل بيه في اي وقت. ما تهريش كتير، اتصلي بيه عشان عايزاه في موضوع مهم. انا هنا موجود، واللي انت عايزاه انا هحققه لك. فين موبايلي؟ صفرناه. نعم؟ ما هو كان لازم يسافر عشان انت تبقي فعلا سافرتي. ونديم باشا بعته في شنطه حد تبعه مسافر. بس ما تخافيش، في اوامر بتقول ان محدش يرد على الموبايل. لا تلاقي في اوامر بتقول ان يرد كمان على مسجات بنتي. وخزر ابني، تصدق انا معرفش اسم امه؟ بقول لك ايه؟ انا عايز اخد شاور. ها؟ استحمى يعني، مالك؟ وماله؟ تحت امرك. هو انا بقى هستحمى في الحمام المعفن بتاعكوا ده؟ هو ده المتاح، والامر اللي عندي ان انت ما ينفعش تتنقلي من هنا. الشنطة اللي كانت في العربية، اوعى تقول لي سافرت هي كمان. لا ازاي؟ هتسافر لوحدها يعني؟ الشنط موجودة. الشنطة ايه؟ عايزة بقية الشنط. ما تبصليش كده، عايزة أغير هدومي. وماله؟ دي حاجة بسيطة. أجيب لك الشنط وتطلعي منها اللي أنت عايزاه. وعايزة شاور جل وشامبو. 10 دقايق وكل حاجة هتكون عندك. استنى، ما عندكش أي إزازة واين هنا؟ أو حتى فودكا؟ مش هقوله. سيبيني أفكر. لا ما تفكرش، راحتها وما تقلقش. إيه؟ إيه ما سمعتش؟ ولا عايزني أعيدها لك تاني؟ أنت عايزاني أنا أقتل نديم باشا؟ مش أحسن ما هو يقتلك؟ هو يقتلني ليه؟ تفتكر لما هيعرف عن القعدة الحلوة قوي اللي احنا قاعدينها مع بعض لوحدنا دي هيكافئك؟ أنا ده انت طلعت جبان جوب. أمال عماد القط ايه؟ ده كان لازم كده بقى يسموك عماد الفار. طلعت في شنك قوي بقى يا راجل يا عبيط. تفتكر يعني ينفع اقول له حاجة من اللي بينا؟ طب هقول له ايه؟ ان ظهري كان بيوجعني قوي وانك عملت لي مساج وبعدين. انا عارف انك مش هتقدري تقولي حاجه من اللي حصل، بس ايه؟ لازمته ايه التهديد؟ هيقتلك ومش هيقتلك؟ لا من جهه هيقتلك، هو هيقتلك. هيقتلني ليه بقى؟ عشان هو بيحب ينضف ورا. لا أنا مش فاهم حاجة يا مدام رشا، محتاج إن أفهم. يعني لما معادك هيجي. وأنتِ ناسية إن أسرار نديم باشا كلها في جيبي. ما هو عشان كده يا حلو هيبقى عايز يخلص منك. نديم باشا ما بيحبش الدم. لا والله، عليا أنا برضو. أمال دم وليد ده اللي لسه من شفته؟ لا يا مدام رشا، أنا ما قتلتش وليد ولا نديم باشا قال لي اعمل كده. احنا بس حبينا نقرص ودانه عشان ناخد صور الفوتوشوب اللي كان بيهددكم بيها. فوتوشوب؟ هو قال لك ان الصور دي فوتوشوب؟ امال يعني 4 في 6 هتكون ايه يعني؟ يهمك تعرف؟ والله يهمني، ويهمني اعرف كمان انت لسه على ذمته ولا طلعك زي ما انت ما قلتي لي امبارح. بس ده موضوع كبير ومحتاج شرح طويل وكلام ورغي، وانا ما بحبش النور، بيوترني قوي. ما تقفل النور عشان نتكلم براحتنا، ولا انت بتخاف من الضلمه؟ ها
لا اطفي النور. يا نهار اسود ومنيل بست النيله. يا عمان كلمتني كتير انت. نعم يا روح امك. هربت يعني ايه؟ شغل معاك رجاله ولا نسوان بترعه؟ اخرس تقلب الدنيا عليها وتجيبها من تحت الارض. مفهوم يا نديم باشا. لا 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 اطمن يا باشا، تحت امرك. قبل ما يطلع النهار هتكون تحت ايدينا. سلام يا باشا. شطور يا دودو. الله مالك متوتر كده ليه؟ اوعى تقول لي انك خايف. بقى كداب لو قلت لك لا. خلاص ولا تزعل نفسك، شويه وكلمه وقول له انك لقيتني. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان حبيتني صح؟ قول انك حبيتني وانك ما كنتش عارف ان في كده اصلا. هي مراتك شكلها ايه؟ ملهاش صور هنا؟ ملهاش. ليه؟ هو ده مش مكانك؟ لا ده الخن بتاعي. بس ما تلاقيش، مفيش حد يعرف يوصل لك هنا يا حياتي. طب بص بقى، اللي اوله شرط اخره نور. عايز تتجوزني بعد ما نخلص منه؟ بس تطلق مراتك الأول. ولا أقول لك حرام، أنا مش خربت بيوت. لا تطلقها ولا تتجوز، خلينا كده أحسن. ولا أنت خايف أخضر بيك بعد ما أورثه وأقول يا فكيك؟ وأنت بعد ما تغدري بيا وتقولي لي يا فكيك هتروحي مني فين يعني؟ ها؟ على قولك، أنا تحت عينك وبين إيديك. وبعدين لو عملت كده اضربني، موتني، قطعني حتت. طب يا رشا انا عايز اسالك سؤال. هو نديم باشا قال لحد ان هو طلقك؟ ولو قال هنجيب 100 واحد يشهدوا انه ما طلقنيش، وان انت جيت خدتني من بيته على المطار ووثق عليا كمان. وبعدين ما تنساش انه قال في محضر رسمي اني لسه مراته على ذمته، وان كل اللي كتب في الجرايد عن طلاقنا كذب في كذب. ده غير بقى القسيمة والدفتر اللي هيتحرق. جمد انت بس قلبك واطمن. انت عارف يعني ايه يبقى معاك نص ثروته؟ ولا انت غاوي فقر وشحاتة وتوطي على جزمته تبوسها ويرمي لك شوية ملاليم، مع انه هو اللي المفروض يبوس جزمتك. ده انت اللي بتحميه وبتشيل عنه المصايب. ساكت ليه؟ بصراحة خايف نتكشف يا حبيبي. انا مجهزه لك خطه ابليس نفسه هينبهر بيها. هات انت بس اللي قلت لك عليه ومالكش دعوه. واللي انت قلتي لي عليه اهو. حياتي كده بقى ما ناقصش غير الاكل عشان نحضر له العشاء الاخير. نحضر. ايوه يا استاذ. عايز اقابل الباشمهندس نديم. حضرتك في ميعاد؟ في ميعاد وهو مستني. طب اتفضل معايا. الاستاذ عنده ميعاد مع الباشمهندس نديم. طيب متشكرين. مساء الخير. البوب وعندي ميعاد مع الباشمهندس نديم. ما هو لو انت عندك ميعاد اكيد انا اللي هبقى عارفاه. لا دي حاجه بيني وبينه. ده على اساس ان انتوا صحاب يعني. مدام اميره، هو حضرتك مش واخده بالك مني ولا ايه؟
أنا اللي ببقى مع العمدة في الإيفنتات بتاعتكم. مين العمدة؟ عماد القط. تصدق بشبه عليك، معلش أصل كلكم بتبقوا شبه بعض. حبيبك النبي توصليني بالبشمهندس نديم. طب مش لما أعرف الأول أنت عاوزه في إيه؟ لا ده سر وما ينفعش يتقال لحد غيره. خلاص احنا فيه، احنا نكلم عمدة. لا في عرضك، ده موضوع يطير في رقاب. انت مش عايز عماد يعرف انك هنا؟ ابوس ايدك، انا ما اقدرش اقول حاجة اكتر من كده. هو انت قلت حاجة؟ ومش هقول اي حاجة غير قدام الباشا. اوكي. الو نديم بيه، في واحد هنا بيسأل على حضرتك. اسمك ايه؟ البوب. قولي له إيهاب اللي شغال مع عماد في المخزن وهو هيعرف على طول. بيقول ان هو البوب اللي شغال مع عماد. ايه حضرتك مشغول؟ خلاص هعرف عاوز ايه وابلغك. مساء الخير. مساء النور. انت مصلحتك ايه تبيع الراجل اللي انت شغال معاه من سنين وتيجي تقول لي الكلام ده؟ يا باشا من الاخر كده، انا ما بحبش الخيانه، وده واحد جنابك استأمنته وهو خانك. ما بحبش الخيانه. واللي انت بتعمله ايه دلوقتي؟ مش خيانه ولا انت طمعان في الوضع اللي هو فيه فقلت اسفنه واركب مكانه؟ ما ترد. أنا خدام جنابك يا باشا. خدامك يا باشا، بس أنت ما عندكش خدمة تقدمها لي. الست اللي عندك دي ما تهمنيش خالص، هي لو تهمني أسيبها في المكان الحقير اللي هي فيه دي. خد الباب وراك. سعادتك وعدتني إن كل اللي قلته لك هيفضل سر بيني وبينك. أنت سمعتني؟ ما بحبش أعيد الكلمة مرتين. مرة. أبوس رجليك يا باشا. ما تقولوش. لو عرف هيذبحني. أنت يا حيوان في مكتبي وخايف من حد تاني. مرة. برا! تعالى. خدامك يا باشا. خدامك يا باشا. عارف مكانهم؟ لا يا باشا، هو خدها الصبح في عربيته وقال لي ان جنابك طلبت منه ينقلها في مكان تاني. عايز وقت قد ايه وتعرف مكانهم؟ بكره الصبح يكون عندك مكانهم يا باشا. بكره الصبح تجيب لي مكانهم. لا يا باشا، أنا بعمل ده محبة، مش عايز فلوس ولا حاجة لا سمح الله. ده حب في سعادتك. حب؟ أيوة يا باشا، أنا أقدر الحب جدا. أيوة يا باشا، بس في رجالة ومصاريف و أنا مش عايز حاجة لنفسي لا سمح الله. بكرة الصبح يكون عندك عنوانهم يا باشا. سلام يا باشا. وحياتك ما هيطلع عليه صبح يا خوفي. اللي هيلحقوه تبقى وقعت يا قطه ومحدش سمع عليك، ويبقى لبسنا كلنا في حته سد. يلحقوا مين يهبل انت؟ ده هي ديتها شوكه واحده، هياكلها من هنا ويتكون من هنا. طب افرض انه ما اكلش او رمى الاكل ده في الزباله؟ وافرض ليه حاجه زي دي وهو قاعد لوحده؟ وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. هو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين اميره، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه، خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات.
افرضي ان هو قبل ما ياكل كلم اميره وسالها. يسال مين يا ابني؟ دي حاجه معتاده عملناها 100,000 مره وانا مسافره. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزه حد ايدي ناعمه زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينه رافع كتاف على الكل، ما بيخطيش خطوه غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكه، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا. مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص. في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعه؟ طبعا، اول ما عرفت الخبر ركبت اول طياره وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعت لي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتك يعيط وازاي ده حصل وعايزه حق جوزي والمطعم ده لازم يتقفل وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. هي بقى اصابه اتنين عمر. هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل للسيد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا. خليك ذكي واقطعه. ادري هو المكنه اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. ايه المكنه دي؟ مكن موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. ما تقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا. ما تشوف لنا ايه الاخبار بقى؟ اخاف ابعت حد من رجالتي اتلقيت هناك. انت لازم تبعت حد يعني؟ امال يعني اعمل نفسي من بنا واروح له؟ اظن عادي. لا، هو اللي مش عادي ان اروح له البيت في ساعه زي دي. طب ما تكلمه يمكن يرد عليك من جهلم ويقول لك استنى يا قط بتعذب شويه. اه وماله؟ اكلمه عشان تبقى نمرتي اخر رقم على موبايله وابقى اول واحد يستفتحه بالنيابه. جميل والله يا رشا. ما انت طلعت بتفهم اهو. انا فاهم الدنيا فيها ايه، وعشان بفهم انا لازم نتكلم هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. مش قادره، هموت واعرف ايه اللي حصل. وطفح ولا اتنايل نام من غير عشاء؟ هقول لك على حاجه، انت اتكلم سيد، قول له بقول لك ايه يا سيد، هو الباشا فين؟ عمال اكلمه ما بيردش على موبايله. ادخل شوفهولي عشان انا عايزه في حاجه مهمه. اه فسيد بقى يدخل على نديم باشا يلاقيه مرمي جنب الاكل، واول ما وكيل النيابه يساله يقول له يا باشا والله العظيم انا دخلت اطمن على الباشا، اصل عماد القط كان بيتصل بيه ما بيردش عليه، ويجي يشوف موبايل الباشا ما يلاقوش نمرتي، اروح انا بقى في 60 داهيه. ده انت طلعت بتفهم بجد. ما تحترمي الشقاوه يا رشا، الصبر حلو، وعشان كده احنا نفضل هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. طب يلا بقى عايزين نحتفل. شيرز يا بيبي. حبيبي. لوجي مين؟ بنت. يو يا عماد انت تقيل قوي. لوجي عند عمها، ايه اللي هيوديها هناك اصلا؟ قدرها. شوف برضو يا ابني، انا ما بحبش حد يهزر معايا وانا لسه صاحي من النوم. اجري اجري اعمل لي كوبايه نسكافيه عشان افوق لهزارك الغبي ده على الصبح. وبعدين انت بتستعبط، سايبني طول اليوم نايمه عشان تيجي تصحيني وترخم عليا؟ قول انك بتستعبط وخايف تصدمني وتقول لي ان نديم ما ماتش. يا ولع، ما ماتش النهارده هيموت بكره، لكن ليه تدخل لوجي في حاجه زي دي؟ ليه تبشر عليها؟ دي مهما كان بنتي، هي صحيح في سن رخم ما بحبوش، لكن مصيري فيهم. انت ساكت ليه؟ ايه انت؟ قول انك بتستعبط اهو، الكذب باين في عينيك. يا جحيم وين يا فرد؟ بتكذب عليا ليه؟ عملت لك ايه انا عشان تكذب عليا وتفول على بنتي؟ عشان تكذب عليا. اهدي اهدي يا رشا. عشان ايه؟ عشان اصدق كذبك؟ وبعدين ايه رشا دي؟ انت نسيت نفسك؟
انت صدقت اني بموت فيك؟ تبهدل من هنا ورايح. اسمي مدام رشا، او رشا هانم يا حيوان. مش بره، امشي اطلع بره. وانا اسيبك عشان تهدي. امشي اطلع بره يا حيوان، بره. ليه؟ وانت عايزه تنزلي ليه؟ الله، وايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ انا حره. ما انتش حره، احنا في مصيبه. ما ينفعش رجلك تخطي بره الباب ده لحد ما نشوف انا وانت هنعمل ايه. واصله؟ وانا ايش غير حيوان زيك يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت نسيت نفسك ولا فاكر عشان اللي حصل ما بيننا ان الروس هتتساوى؟ انت حته خدام ولا تسوى. الخدام ده ماشي وراكي، سمع كلامك وعض الايد اللي اتمدت له. الخدام ده اتغفل ومبقاش عارف ايه اللي مقبل عليه. الراجل هو بيسلم عليا في العزا زغار اللي بعينه، جابني من فوق لتحت. كان ناقص يقول لي يا قط انا اريك ومش هسيبك. راجل مين وحزني؟ انت فاكرني لغه؟ هصدق انه ما ماتش وان في حد تاني هو اللي مات؟ انت عبيط يا لا. وانا لو ما كنتش عبيط كنت مشيت وراكي، كنت سمعت كلامك. شكلك هتقع يا قط وهتطبل فوق دماغنا كلنا. دماغك لوحدك. انت عارفه يعني ايه انه يجيب جردات من برايا ووقفهم في العزا؟ معناه انه بيديني السكه. كارت احمر. قول لي يا قط اركن على جنب، ما انت خلاص راحت عليك ورشا هربت منك. اسمي رشا هانم يا معفن. طب يا مدام رشا هانم يا معفن، انت رايحه فين؟ انت مال اهلك؟ على فكره انا بفوت لك بمزاجي عشان عارف الظروف. ظروف ايه؟ انت هتصيع يالا؟ اوعى من وشي. اقول لك اثباتي هنا. انت لو رجلك خرجت بره الباب ده وحد بس لقطك هنروح في 60 داهيه. قديم فخر حويته مش سهل زي ما انت فاهمه. انت كنت مراته بس انا اعرف اكتر منك. واعرف ايدي واصله لحد فين. هو ما ماتش بجد؟ يعني احلفك على مصحف علشان تصدقيني؟ طب يا رب انا لو بجد بموت، ولا يعني كنت اخدك معايا العزا بقى وزي ما تيجي تيجي؟ يعني هتقول لي عزا؟ استهدي بالله، استهدي بالله بقى رشا. فرد ايدك عني، اوعى تلمسني خالص. مفهوم؟ مفهوم. اسكت اسكت خالص، صوتك بيعصبني، مش عايزه اسمع نفسك. يا رشا يا كذاب يا واطي. يا رشا هلوجي هي اللي اكلت السم، اخرس. طب عادي، قلت لك مش عايزه اسمع صوتك، عايزه هدوء في البيت لحد الصبح. عادي يا رشا. ممكن؟ الله الله. اجيب لك انا سجاره. انت حريقه سجاير. انا اروح على اول الناس يجيب سجاير واجي. عايزه حاجه تاني؟ يعني انت ما استلمتش الاكل من الراجل ده وحاسبته عليه؟ لا يا باشا، اللي جالي حد ثاني غير ده. لما سالته عن الحساب قال مدام اميره هي اللي حاسبه. الكلام ده مش مظبوط، مدام اميره بتطلب الاوردر بالتليفون والحساب بيبقى عند التسليم. امال حضرتك سلمت الاكل اللي كان معاك لمين؟ باشا انا حد قابلني قبل باب الفيلا بشويه كده قال لي ده اكل باشمهندس نديم. قلت له اه، فقام حاسبني عليه واخد. يا حبيبي، هو انت المفروض تسلم الاكل لاي حد تقابله في الشارع؟ فكرت سعادتك الحرس بتوع سعادتك بيبقوا على طول واقفين قدام البوابه. الساعه كانت كام؟ حوالي 4:30 5. انت استلمت الاكل الساعه كام؟ كلمة متاخر يا باشا، قبل سعادتك بتوصل بشويه بسيطه. ممكن بس تفهمني حضرتك ايه اللي حصل عشان ده كله؟
لو شفت الراجل اللي سلمته الاكل تعرفه؟ لو شفته تعرفه؟ اعرفه يا باشا. يعرفوا غيرك ومعاك اتنين تلاتة. خليك معايا ثانية واحدة ملك، أرد على بيتي وأرجع لك. ما تقفليش. ها أيوه. ها فين؟ طب خليك مكاني، جاي لك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، أنا هغير هدومي ومسافة السكة. يلا. نديم باشا؟ هي فين؟ هي فين؟ هي مين؟ اللي قلت لي انها هربت وبعدين جبتها على هنا. فاكرني مش عارف؟ هي فين يا ابني؟ ما اعرفش. طب اهو. فين يا ابني صاحبة الجاكيت ده؟ فين انت؟ أقول كل حاجة يا نديم باشا، أقول لك كل حاجة، كل حاجة حصلت من ساعة ما كنا في المخزن لحد ما وضعش سمنة تحط لك في الأكل. يا حيوانات يا ولاد الكلب، موتوا بنتي يا كفرة. والله ما أنا نديم باشا. باشا هي اللي عملت كل حاجة من ورايا. مين اللي وراك ودفع لكم؟ أنا يا نديم باشا، أنا راح مكتفي من خيرك، أنا خدامك. مش 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 مش, مش معقول يعني، آخر الزمن هخونك. أنت يا حيوان يا ابن الكلب، مين اللي وراك؟ أنا كل حاجة هددتني، والله العظيم هددتني، وقالت لي اكلمك اقول لك ان هي هربت. بس فكلمتك، والله خفت عشان كده كلمتك وقلت لك ان هي هربت. وبعد كده انا كنت عايز اعترف لك، وجيت سمعت خبر العالم الصغير الله يرحمها. لكن والله يا باشا انا ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجة يا نديم باشا. اخرس اخرس يا ابن الكلب. هي اللي اتفقت مع الواد بتاع الدليفري ان حد يستناه يستلم منه الاكل ويحط لي في السم. هي اللي دبرت كل حاجة. دبرت ازاي؟ نفذت كل حاجة، جابت البرنامج بتاع اللي بيغير الاسماء ده، وبيغير الارقام، وحطت رقم اميره عشان كده كنت عايزه تلبسها الموضوع. يعني هي اللي اتصلت بالمطعم؟ هي اللي اتصلت. انا ما شاء الله، انا والله العظيم انا ما عملت حاجه. يا بابا ما تتكلم، يا بابا تقول حاجه. عاوزني اقول له ايه بعد اللي شفته بعينيا في المخزن يا هو؟ ايه؟ انت بتقول ايه يا عم؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ انا باشا،
انا دي باشا على الراجل بتاعك، انا دي باشا، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا دي باشا.